اتكلمنا عن موقف الكابتن طارق حامد في مباراه المقاصه وطرد لسوء سلوك بعد انتهاء الوقت الاصلي، واتفاجئنا او زي ما توقعنا ان مش هيكون في عقوبه طبقا لنص اللائحه، وتوقف طارق حامد او كابتن طارق حامد اللي بنقول له طبعا هارد لك على فقدانه جائزه افضل لاعب داخل القاره، وان الترشيح في حد ذاته هو ترشيح شرف للاعب واكيد لنادي الزمالك، ولكن هارد لك على خسارته اللقب يعني. لكن بعد مباراة المقاصة اتوقف الكابتن طارق حامد مباراة واحدة، وبعد المباراة الأخيرة كابتن طارق حامد عطل المباراة ست دقايق عطل المباراة، وبرضه طرد لسوء سلوك، لأن كان الإنذار الأول لفاول والإنذار الثاني لاعتراضه على الحكم وسوء سلوك. وأنا مش فاهم هل الحكم طرده وما كتبش إن ده لسوء سلوك وما كتبش التصريح ده، لأن الحقيقة الكابتن سعفان الصغير اتوقف 3 شهور، استبعدوه تماما 3 شهور بدون أي حد يقدم شكوى في الكابتن سعفان الصغير، فهل الحكم ما كتبش الكلام ده؟ طب لو الحكم ما كتبش الكلام ده، لجنة المسابقات ولجنة الانضباط فين من اللائحة اللي احنا قدرنا نجيبها من مصدر الاهلي .com اللي بصراحه بذلوا مجهود كبير جدا عشان يجيبوا نص اللائحه دي؟ موضوع اللائحه كمان بالزبط. مش دلوقتي بس، ده هم طول الوقت بيطاردوا لجنه الانضباط ولجان الاتحاد المصري لتطبيق لوائحه والقرارات اللي بيقولها. بالظبط، واحنا قلنا ان اي سلوك غير رياضي تجاه الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، مده الايقاف 4 مباريات و50 الف جنيه غرامه. الدفع باليد الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه 8 مباريات و100 الف جنيه. لكن الكابتن طارق حامد طبعا هو اضطرد لسلوك غير رياضي. النقطه الاهم ان في جميع الحالات عدم الامتثال للقرارات الحكام من اللاعبين والاجهزه الفنيه والاداريه والطبيه ادت الى تعطيل المباراه، يعاقب المخطئ بغرامه ماليه بالاضافه للعقوبه المفروضه عليه. يعني مباراه اضافيه زائد 50 الف جنيه اضافيه. يعني احنا دلوقتي بنتكلم فإن العقوبة المستحقة على الكابتن طارق حامد هي 100 ألف جنيه غرامة و5 مباريات إيقاف. هنا السؤال اللي دايما بنوجهه للجان اتحاد كرة القدم، احنا كنا بنوجه سؤال للحكام، احنا دلوقتي بنقول فين عقوبة الكابتن طارق حامد؟ ومش بس عقوبة الكابتن طارق حامد، عقوبة أي شخص مخطئ. ومن هنا بنقول لو الكلام ده بيحصل مع لاعب في النادي الأهلي طبقوا عليه اللائحة، لكن التجاوز أول مرة والتجاوز تاني مرة أعتقد أي لاعب في أي نادي يقدر يتجاوز، وفي الوقت ده مش هتقدر تطبق عليه أي لائحة، لأن أنت خلاص عملت استثناء للكابتن طارق حامد في الطردين اللي كانوا لسوء السلوك. هو يبدو يا أحمد أن العقوبات كويس جدا أن الاتحاد بيعلنها، ولكن بيكتفي بأن هو يعلن عقوبات لا ينفذها. صدقوني ده خطأ أكبر من إعلان العقوبة وعدم تنفيذها لو أنت ما نفذتش العقوبة خالص، لأن أنت بتحرض وبتؤيد فكرة عدم تنفيذ العقوبة. لو شفنا الفيديو اللي اتكلم فيه رئيس لجنة الحكام عن الإساءات اللي بيتعرض لها، هنعرف أن إحنا في منحنى شديد الخطورة يتعلق بسلامة المسابقة. نطلع نشوف الفيديو ونعقب عليه. هل بالفعل الكابتن جمال الغندور تقدم بمذكرة للجنة الانضباط لما حدث من تجاوز بحسب وصف حضرتك من رئيس نادي الزمالك تجاهك؟ ما هو ده الاحترام اللي انا بكلمك عليه يا هاني. الاحترام ان احنا ناس محترمين كحكام كرة قدم، وما بنقابلش الاساءة بالاساءة اللي زيها. لما حد يطلع يسبنا ويهنا ويخوض في اعراضنا بصفتنا مسؤولين عن تحكيم او بصفتنا مسؤولين عن رياضة في مكان محترم زي اتحاد كرة القدم، في لجنة اسمها لجنة الانضباط، لجنة في منتهى الاحترام، ولجنة من أفضل ما جاء في اتحاد كرة القدم الحالي هو لجنة الانضباط، علشان تفصل بين عناصر اللعبة. تقدمنا اليوم بشكوى ضد تجاوزات السيد رئيس نادي الزمالك بالفيديو وموثقة بهذا الفيديو. أنا حقيقي مستغرب الكابتن جمال الغندور. إذا كان كابتن جمال العقوبة اللي وقعت على السيد رئيس نادي الزمالك تم خرقها وحضر المباريات ولجنة الانضباط السيد المستشار الجليل المسؤول عنها أكد أن ده يستدعي تغليظ العقوبة، وإلى الآن ما حصلش أي حاجة. أنا عايز أقولك أنت في اتحاد لا يحمي عناصر اللعبة، في اتحاد لا يحمي عناصر اللعبة، زي ما بنشيد وبنقول إن الاتحاد الكرة لازم كمان هنؤكد أن اتحاد الكرة بيمثل خطورة على سلامة المسابقة لو استمر مش قادر يحمي عناصر اللعبة للمرة الثالثة. بنكرر في نقطة يا فارس، هنا
هو ليه انا انتظر الكابتن جمال غندور ان هو يقدم شكوى رسميه اساسا؟ ما في التصريحات اللي صدرت ضد لجنه الحكام وكانت واضحه وصريحه. انت عندك واقعه ومش محتاج، هو ما انتظرش واخد قرار فيها وما تنفذش، ففي كلتا الاحوال انت ما بتطبقش قراراتك، وده شيء في منتهى الخطوره يا احمد. احنا نتمنى طبعا ان لجنه الانضباط تكمل قراراتها، لكن احنا